شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات بطولة أقوى رجل بحريني في الوزن الخفيف والمتوسط ضمن فعاليات أسبوع القوة 2022، والذي ينظمه المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لرفع الأثقال ومنظمة خالد بن حمد الرياضية، حيث تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات خالد بن حمد لدعم المجال الرياضي. وقد أشاد سموه بما شهدته البطولة من مشاركة كبيرة من قبل الشباب البحريني، والذين قدموا مستويات قوية خلال المنافسات، برهنوا من خلالها على ما يتمتعون به من قدرات وإمكانيات مميزة في مثل هذه الألعاب الرياضية التي تتطلب لممارستها قوة ولياقة بدنية عالية، مقدرا سموه جهود اللجنة المنظمة في تنظيم هذه الفعالية باقتدار وتميز، مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى، متمنيا حظا أوفر لبقية المتسابقين في المشاركات المقبلة. وتختتم اليوم فعاليات أسبوع القوة 2022، وذلك بإقامة النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل خليجي في الوزن الثقيل، والتي ستشهد إقامة أربع ألعاب، هي مشية السجاي، رفع النخلة، سحب السيارة، والرفع المميتة. وكانت النسخة الأولى من البطولة قد شهدت سيطرة بحرينية في الفوز بالمراكز الأولى، حيث حقق لقب تلك النسخة المتسابق البحريني حسين جمعة، فيما أحرز المركز الثاني المتسابق البحريني سلمان سالم، وحل في المركز الثالث المتسابق أحمد الموسى.